مرحبا. يعد نبات فينوس أو سائر الحشرات من النباتات المفترسة اللي بتندرج تحت فئة النباتات أكلة اللحوم، فبيقوم بصيد الحشرات مثل الذباب والنحل بين وراءه وبيسكر عليها وبيأكلها، وهو من النباتات المميزة عن غيرها من النباتات، فهو بينمو بالمناطق المائية والمستنقعات اللي بتفتقر تربتها لعنصر النيتروجين. وظهر لأول مرة بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً بمستنقعات ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية. وما ظهر نبات فينوس بأي دولة عربية لهلأ، والسبب هو عدم وجود المناخ المناسب اللي بيحتاجه حتى ينمو فيه. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون غائم جزئياً بشكل عام وعم يكون سديمة بالمناطق الشرقية والبادية، أما درجات الحرارة فعم ترتفع حتى عم تصير قريبة من معدلاتها بأغلب المناطق سورية. بالنسبة للرياح بتكون غربية لجنوبية غربية معتزلة، سرعة عم توصل ل 25 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 40 و 90%. أما البحر فعم يكون متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 22 درجة. رح نتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم بيكون غائم جزئياً ودرجات الحرارة فيها عم بتسجل دنيا 11 العليا 27. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح نتقل سوا لنشوف. رح نبدأ من مدينة السويدة، طقس غائم جزئياً ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة درعا بين 12 و 26 درجة. أما بلقنيطرة في درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 9 العليا 20 والطقس مكفي غائم جزئياً. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما رح نتقل سوا لنشوف الطقس كيف عم بيكون، أيضاً غائم جزئياً ودرجات الحرارة بين 11 و 24 درجة، وبحما بين 12 و 25. كيف عم يكون الجو على ساحل بطرطوس واللاذقية رح نتقل سوا لنشوف. كفي جو غائم جزئياً ودرجات الحرارة عم توصل ل 23 درجة باللاذقية، وبلواء اسكندرون عم بيكون في احتمالية لتساقط الأمطار وأيضاً درجات الحرارة فيها عم توصل ل 23. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا غائم جزئياً ودرجات الحرارة بحلب عم بتسجل الدنيا 13 والعليا 26. أخيراً رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الجو بالمنطقة الشرقية بمدينة الرقة. جونا عم بيكون غائم جزئياً ودرجات الحرارة عم توصل ل 28 درجة، وبالحسكة درجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 12 والعليا 24. أخيراً بدير الزور درجات الحرارة عم توصل ل 29 درجة، وطقسنا عم بيكون غائم جزئياً. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انتروني بكرة. باي.